أول شيء بسم الله، الحمد لله، ألف مبروك الجمهور الهلاوي، هارد لك جمهور الاتحاد. الحمد لله الهدف جاء مجهود زملائي، والحمد لله أنه الله كتبه من نصيب. التكنيك عالي كان في الهدف اللي أنت سجلته ما شاء الله. الحمد لله، إن شاء الله الجاي أحسن. خلينا قبل ما نشوف الهدف خليني أكلمك بس أسألك عن التوجيهات اليوم من المدرب، علاش كنتم تلعبون في الاتحاد اليوم؟ والله إحنا كان عندنا خطة، ما أقول لك الخطة أكيد. إيش النقاط الضعف اللي استغلتوها في الاتحاد؟ لأنه في المبرس من قدام. إيه. إيه. فاجأكم الاتحاد بهدف المبكر ولخبط الأوراق نوعا ما الأهلي، لأن شفنا الأهلي لين سجل الهدف بعدين سيطر على المباراة. أكيد والله الهدف الأول سبب لنا مشاكل، بس الحمد لله رجعنا سريع ويعني بدينا نمسك كرة، والهدف جاء وتكلمنا داخل بين الشوطين، والشوط الثاني الحمد لله قدرنا نفوز. اليوم أنت ما شاء الله عبد الفتاح مباراة ثقيلة يعني مش بسيطة، بعيدا عن ظروف نادي الاتحاد، ولكن الديربي برضو يبقى له قيمة، وشفناك اليوم إن شاء الله مستوى عالي. دائما المباريات هذه يعني تجبر اللاعب على أداء مستوى عالي. أكيد مباراة أنت تلعب ضد الاتحاد وجمهور الاتحاد، مباريات الكبيرة خاصة الاتحاد، الهلال، النصر، الشباب، في مباريات يعني اللي فيها جمهور يكون جوها ثاني. ما أثر عليكم اليوم جمهور الاتحاد بحكم أنه أكثر في الملعب عددا؟ إلا اللي بيخلي بأهله يعني حيأثر عليه، بس أنت في النهاية الملعب يعني تلعب في الملعب وتركز، صدقني ما حيأثر عليك شيء. نشوف الهدف عبد الفتاح وناخذ عليه تعليق. هذا هدف عبد الفتاح، يعني ما شاء الله تكنيك عالي، وابو خطاب اليوم ضبطك يعني. اكيد هو ضبطنا انا ضبطه. شوف هذا الهدف، عندك تعليق على الهدف؟ لا الحمد لله. انا عندي تعليق على الفرحه عبد الفتاح. الفرحه يعني انت فرحت سابقا امام الاتحاد، سجلت هدف امام الاتحاد وفرحت فيه، اليوم انت سجلت في الاتحاد بس ما فرحت بالهدف. انا اول غلط، بس والله يعني كان قصدي انه الجهه اللي فيها الاهلي اني ارد لهم شيء يعني من كانوا واقفين معايا اول، فمو انا اقول لك انا غلطان اني فرحت نسيت الشيء ده، اعتذر لهم، وان شاء الله اي وقت حسجل في الاتحاد ما حفرح. بما انك ترتدي طقم الاتحاد خليني اسالك، امورك انتهت رسميا مع النادي الاهلي ولا لسه في نوع من المفاوضات يعني اتفاقيه بس لسه في اخذ وعطاء؟ اي والله ان شاء الله لسه، بس نصبر واللي الله كاتبه ان شاء الله بيصير. يعطيك العافيه، شكرا عبد الفتاح. شكرا.